برحب بحضراتكم مرة تانية، والحقيقة يعني منورني واحد من أبناء ونجوم النادي الأهلي. يعني ما اكتفاش بأنه كان حارس مرمى رائع، ولكن من أهم وأقوى مدربين حراس المرمى في تاريخ مصر. ليه نظرة ثاقبة وبيطلع كده من تحت إيده أهم حراس المرمى في مصر. هنتكلم معاه في حاجات كتيرة قوي، طبعا مباراة الأهلي والوداد، وطبعا عن أفريقيا، وعن النادي الأهلي بشكل عام. الفريق دلوقتي شكله إيه تحت قيادة موسيماني، ودايما بيمتعنا بكلامه في كرة القدم كابتن أحمد ناجي. منورني يا كابتن في برنامج السادسة. الله يخليكي، وسعيد جدا إن إحنا الاتنين في بيتنا الكبير في النادي الأهلي، قناة النادي الأهلي. أنا ما يعني بعد التطوير الجميل دوت، ما يعني يمكن توجدت مرة ولا حاجة، ودي تاني مرة. قبل ما أتكلم معاكي في أي حاجة، أنا بعزي أسرة النادي الأهلي وأسرة السباحة وألعاب الماء في صديقنا العزيز كابتن سندس، يعني رحمة الله عليه، ما توفى الله النهاردة. بعزي كابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة، يعني موت مفاجئ، وربنا يرحمه يكون في مكان احسن مننا ان شاء الله. ربنا يرحمه يا رب، وفي الجنه ان شاء الله يا رب. خليني يا كابتن ابدا مع حضرتك طبعا بمباراه الاهلي والوداد، سواء الذهاب او الاياب. طبعا شايف ازاي من وجهه نظرك الفنيه الاهلي تحت قياده موسيماني في افريقيا؟ يمكن اتكلمنا قبل الهواء، قلت لي على يعني اختيار لما سمعنا موسيماني. اسم موسيماني انه هيدرب النادي الاهلي، الموسيماني انا اعرفه معرفه كويسه جدا، وقلت يا ريت. تجربه كانت بالنسبه لي فيها جراه وفيها دراسه يعني مدروسه بشكل جيد، والوقت طبعا حسمها، يعني قصر المسافه، وكان النادي الاهلي محتاج مدرب فعلا كويس في فتره يعني مش كبيره. انا قلت يا ريت، لانه انا اعرف الراجل ده كويس، اعرف دماغه، اعرف الاستاف اللي بيشتغل معاه، ناس يعني اب تو ديتنج وعلى طول متابعين المودرن فوتبول وبيشتغلوا فيها كويس. وده اللي انا حسيته يمكن من تاني مباراه، حسيت بنفس الريحه اللي انا كنت مباراه المقاولين يعني الاهلي. طبعا طبعا التنظيم وأداء واجبات المراكز بشكل فيه تحرر، الارتداد لما بنفقد الكورة كل الناس تحت الكورة، والانتشار لما بتبقى معانا الكورة، كل المراكز بتشتغل بشكل. إلى أن شوية في الأول كان يعني معدلات البدنية بتنزل في بعض الفترات، فالتركيز بيقل شوية، لكن عموما تقريبا يمكن 70 دقيقة في المباراة أو 65 دقيقة في المباراة فيها تنفيذ واجبات المراكز بشكل مرضي جدا لأي جهاز فني. وده وقت مش قليل يعني في كرة القدم. طب ممكن نقول إن اعتماد موسيماني على طريقة إنه إحراز هدف مبكر لإضعاف معنويات الخصم كانت تعتبر تجربة تدريبية ناجحة؟ لا، هو مش مفيش في الكرة واحد بيقول أنا هحرز هدف مبكر، بس مثلا على أرض الوداد، لكن مجريات اللعب هي اللي مجريات اللعب، يعني الضغط العالي مثلا بيبقى فيه فرصة إن أنت تبقى عندك استحواذ وتضغطي ضغط عالي، فيبقى تهيأ لك فرص، لكن ممكن ما تجيبيش منها بس أهداف. بس كان غريب، هي كرة القدم زيها زي الحياة. صح، كرة القدم هي الحياة، بمعنى ان انت بتكسبي في اول دقيقه، بتخسري في اخر دقيقه، بتكسبي بتخسري في اول دقيقه، تخسري في اول اخر دقيقه. هي الحياه عموما. فما اقدرش انا اقول ان المدرب عمل تاكتكس بحيث انه يجيب جون في اول خمس دقائق، يعني ممكن زي الملاكم مثلا بيلعب 15 جوله، يا يكسب في اول جوله يا في الجوله ال 15 فلا يعني، لكن هو طريقه اللعب بتاعه تمنح التيم فرصه انه يبقى عنده فرصه للتسجيل بالشكل التكتيكي اللي هو عامله ده، بيدي حريه في الحركه، زي مثلا محمد مجدي في البوزيشن اللي هو فيه دلوقتي، اطراف الملعب، الباكات الاثنين اللي تحت ازاي بيتصرفوا لما كره معانا وكره مش معانا، حتى السيرد باكات وواجباتهم في الخروج من المنطقه بتاعتهم، بنايه اللعب، الاستحواذ في نص الملعب، كل الحاجات دي بتدي فرصه ان انت تبقي ليك اليد العليا. صح،
لكن تحرزي في الهدف. المدرب بيقول هنحرز في كل، لا، فكره اتباع الاسلوب الهجومي مثلا على ارض الوداد في مباراه الذهاب كانت غريبه بالنسبه لبعض، او استغربوا ان هو يعني رايح يهاجم على ارض الوداد. هي بس مش فكرة بالنسبه لحضرتك كان، هي مش فكره ان هو لا، هو ده اداء عام للفريق. يعني مش فكره انه انا رايح العب بشكل هجومي، لا. الهجوم امتى والدفاع امتى؟ الهجوم لما بيبقى معايا الكوره، او ان اعمل ضغط عالي على الخصم من قدام عشان اخد من بدري. فده اسلوب. وبعدين بقى لما بفقد الكوره برجع كل الفرقه ورا الكوره، فده اسلوب دفاعي بحت. لكن اول ما ناخد الكوره بتحسي بقى بان في واجبات بتتنفذ اللي بيها يبقى فيه فرص ان احنا نبقى نشتغل ويبقى الشغل ليه ناتج. فكرة انه المدرب ده بانت بصماته بالسرعة دي يا كابتن، يعني كانت الناس كلها بتقول ان الوقت ضيق قوي على ان احنا نشوف الراجل ده هيعمل ايه في الوقت القليل ده، بس من اول ثلاث ماتشات حتى في الدوري سواء انبي او المقاولين او بيراميدز، لا شفنا تطور. لما هو بيتسو عايش معانا، ما هو عايش معانا من زمان، من ثلاث اربع خمس سنين في البطولات الافريقية هو عايش مع الاهلي والزمالك والرجاء والوداد والترجي والافريقي، عايش مع الفرق دي والفرق الجزائريه والفرق المغربيه، هو موجود في المنطقه وحافظ الاهلي ودرسه كويس، فده اللي خلاه ما ياخدش وقت بقى في التعرف على اللاعبين. وكانت فكره طبعا رائعه من الكابتن محمود والمسؤولين عن التعاقدات في النادي الاهلي. فلا يعني هو راجل ما هوش غريب عن المنطقه، وما هوش غريب عن حتى لان هو اساسا عنده فريق تحليل لما كان بيلعب النادي الاهلي. الفريق التحليل ده بيديله البوينتس بتاعت نقطة القوة ونقطة الضعف، والنادي الأهلي بيلعب ازاي عشان يلعبهم طبعا، وعمل نتيجة خرافية مع النادي الأهلي اكيد، فعارف كل حاجة. هو ده اللي لم الموضوع في الوقت القليل ده. في لعيبة كتير قوي تطورت تحت قيادة موسيماني، منها أفشة، منها حسين الشحات، منها ديانج برضو. عايز أعرف رأيك وتقييمك لكل لاعب من دول. يعني لو اتكلمنا عن أفشة وخصوصا في مباراة الذهاب وقدم الحقيقة أداء رائع، يعني بقى هو المساله مش مساله ان هم اتطوروا بسرعه، هم لعيبه عندهم امكانيات اساسا، هو قدر يظهرها، فهو مش اكتر من انه يعني ادالهم اريحيه ومساحات يلعبوا فيها وسبورتنج من الناس اللي حواليهم. فبقى في ميكانيزم معين في الملعب اللي بيه لقيت دلوقتي بخلق المساحه بقى اسهل، المرور من الجناب بقى اسهل، زائد انه في حاجه مهمه جدا معرفش طبعا الفنيين اكيد عارفينها، يعني كل الاهداف او معظم الاهداف اللي احنا جبناها بنتمريرها في العمق. فهو دارس ان السردباكين بتوع الوداد. اقل ناس يعني اقل اتنين في الفرقه، فيعني ركز في الاداء عليهم. وتمريرتين في الماتش اللي في مصر جبنا منهم هدفين، وفي ماتش برضو اللي هناك في المغرب جبنا برضو من العمق. فهو دارس وعنده يعني خطوط بيانيه واضحه جدا عن المنافس وعن فرقته. يعني شفت ازاي جون حسين الشحات امبارح؟ لا طبعا انا شفته قبل كده بقى في لعيبه برضو، وليد صلاح الدين في ماتش ضد فرقه مغربيه برضو عمل نفس الدريبلينج دوت وجاب جون برضو رائع زي كده. طبعا حسين بقى انا بتكلم على لاعب عنده موهبه، لسه ما شفناش حاجه من حسين على فكره. حسين ده في حته تانية، الناس هتشوف ده. وانا سمعته امبارح هو في احد اللقاءات، يعني عجبني كلامه جدا، لانه ما هوش يعني ما عندوش يعني انه يقول ان انا الجون ده اداني ثقه. يعني في ناس بتبقى عندها نعره كده وعندها يعني بعض التعالي في ان هو يقول ان انا ما كانش عندي ثقه والجون ده اكسبني الثقه اللي انا كنت مفتقدها. وتصريح اول يعني الصدق هو اول طريق النجاح، ده رايي. فهو صادق جدا مع نفسه، وهتشوفي من حسين حاجات حلوه الايام الجايه. بس دي حقيقه يا كابتن فعلا، الجون ده هيدي لحسين الشحات ثقه كبيره قوي الفتره اللي جايه. مروان محسن، لا مروان طبعا احنا يعني اعتمدنا عليه فتره طويله في المنتخب، ومع كوبر ومع مستر كوبر ومع مستر اجيري، يعني مهاجم عنده ميزات كتير جدا وعنده صلابه من الناحيه الشخصيه، يعني لانه طبعا بيتعرض في بعض الاحيان
مش الانتقادات لتشريح والذبح وصراحه انا يعني مروان انا عارف قدراته كويس جدا، عاش معانا في المنتخب فترات كبيره وطويله شهور وسنين. فلا مهاجم من طراز الاول، محطه مهمه جدا. وزي ما قلت لك قبل كده ان موسيماني عمل الاداء التكتيكي اللي يساعد كل واحد في البوزيشن بتاعه انه هو يطلع احسن حاجه عنده. بجانب الاداء التكتيكي ده يا كابتن، التعامل النفسي مع اللعيبه بشكل صحيح ده موسيماني شايفينه منه جدا مع اللعيبه. هي دي حاجه بتبقى داخليه يعني حاجه العيله بتحسها اكتر، بس بيأثر على اللاعب في الملعب مليون في المية. وحضرتك اكتر واحد طبعا ده طبعا احنا بنسميه في الكوره الموتيفيشن، الدوافع، محاولات النجاح. ده في علم التدريب يعني. محاولات النجاح بتعمل ثبات، محاولات الفشل بتعمل ديستورشن او يعني شوشره على اداء اللاعب. فواضح جدا، واضح جدا. دي كانت موجوده برضو في فتره مستر فايلر الاولانيه. كان برضو كنت حاسس ان فيه يعني برضو في لمه وفي اوضه الملابس هاديه. دي مهمه جدا جدا ان اوضه الملابس تبقى فيها هدوء وما فيهاش رغي وما فيهاش فتي. واضح في الفتره دي بتاعت بيتسو ان برضو اوضه اللبس فيها هدوء وفيها. حضرتك كنت بتقول انه مروان محسن اتعرض لتشريح من جانب يعني ممكن بقى الناس على السوشيال ميديا او صحافه او غيره. شايف يعني ايه السمات الشخصيه اللي في مروان محسن اللي خليته ان هو يقدر يعدي الفتره دي؟ مش سهل ابدا ان حد يتعرض لانتقادات كتير في مجال شغله ايا كان ايه هو مجال شغله ويقدر يرجع تاني ويثبت قد ايه. لا انا قلت لك هو سماته الاراديه، سماته الاراديه. عنده سمات اراديه ممتازه جدا بتاعت واحد بروفيشنال يعني بتاعت واحد لعيب محترف. احيانا بيتاثر شويه، وطبعا انا بقول له بلاش يعني يبعد عن المنطقه دي او السوشيال ميديا او الكلام على الفيسبوك والحاجات اللي هي لانه طبعا كلهم عيال عندهم 15 سنه و16 سنه وحاجات كده. فطبعا ده مش مؤشر ان هو يخلي الواحد يتهز او ينفعل او حاجه. كان بيكلمك يا كابتن في الفتره دي؟ احنا دايما 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 يعني انا داعم ليه بشكل كبير جدا، لانه طبعا هو اساسا بني ادم مريح ومطيع وبينفذ تعليمات المدرب بحذافيرها. حتى لما بيبقى وحش من وجهه نظر الجماهير او المشاهدين ما بيبقاش وحش من وجهه نظر المدير الفني او المسؤول عن الفرقه، لانه هو بينفذ حاجات كتير جدا ما فيهاش جماليات تعجب الناس، لكن فيها يعني لعيب تكتيكي بالنسبه للمدرب. ودلوقتي الحمد لله، الحمد لله انه بدا يحصل الانتاج بتاعه في التهديف يزيد. وطول ما في مسانده وفي يعني. كنت بتدعمه ازاي يا كابتن في الفتره دي؟ دايما بكتب له كلام حلو، دايما بتكلم معاه بشكل يعني يعني ما بصدق حاجه حلوه تتعمل. تبعتها له على طبعا طول. طبعا هو دايما او على صفحتي وانا على صفحته. لكن ما بنتكلمش في التليفون. لكن ما كان الفتره اللي كان معانا فيها في المنتخب برضو كنت طبعا دعمه جدا، وانا بحبه من يعني على المستوى الشخصي يعني. طب خليني بقى لازم اروح للشناوي ما دام بنتكلم عن لاعب. وكنت بقول لحضرتك قبل ما نبدا الحوار ان كان عندك ثقه كبيره قوي في الشناوي ان هو يبقى حارس مصر الاول طبعاً. في كاس العالم وهو ما كانش لاعب تصفيات. ودي ثقه كبيره قوي من حضرتك طبعاً. فكنت بسالك كنت شايف ايه بيميز الشناوي عن غيره؟ بصي هقول لك حاجه، انا من وجهه نظري الشخصيه محمد الشناوي ده افضل محترف في الدوري المصري، لانه فهم العمليه بكل ما فيها من متطلبات. الشناوي بدا معانا صغير جدا في 15 سنه او اقل من كده كمان. وانا في فترات في المنتخب كنت باخده وهو من بتروجيت. كنت طبعا في انتقادات كتير جدا، ولانه البتروجيت في الفترات دي يمكن ما كانتش ماشيه بشكل كويس، لكن انا كنت عارف امكانياته كويس جدا وعارف ان انا بعمل حاجه مظبوطه. طبعا انت عارفه ان طول الوقت انا منتقد، خدت فلان وست فلان ومش عارف ما مش عارف ايه. ضغط عليك ده يا كابتن ولا ما لا لا بتسمعش لا لا. الكلام عمري ده؟ ما يعني انا يعني الحمد لله يعني فتره طويله في توفيق من ربنا، لانه يعني طبعا
يعني ضميري هو اللي بيحركني. وبعدين احنا تيم ورك، جهاز فني كامل. صحيح بتتولد ثقه كبيره بيني وبين اي مدير فني، والحمد لله ما اختلفناش في اي حاجه خالص. كنت باخده بتروجيت وخدته قبل كاس العالم فترات كتير، واشتغل في ايطاليا بالتحديد في معسكر ايطاليا. كان طويل شويه المعسكر، وانا طول الوقت بتناقش انا ومستر كوبر، لانه ما عندوش اي رصيد دولي ولا خمس دقايق. هنروح لحتة مستر كوبر، بس حضرتك كنت شايف في الشناوي ايه من صغره؟ انا شايف ان هو ده شخصية النموذج لحد هيبقى مشروع كبير زي ما بقى دلوقتي. يعني هو ابتدى معايا المشروع ان هو يبقى حارس دولي في كاس العالم وفي البطولة الافريقية. يمكن احنا كل الناس اتقطعت في البطولة الافريقية اللي في مصر ما عدا انا وهو، يعني عشان هو ادى اداء كويس. صح. عشان هو ادى اداء كويس جدا، وبالتالي فكنت انا في منطقه تانية انا وهو من الخناقات والحاجات. بس قبل كان في بقى خناقات ومستر كوبر ومش مقتنع. لا لا، مستر كوبر لا، مش حكايه مقتنع. يعني هو اللي كان بيتقال ما عندوش دقيقه لعب دولي. ما عندوش خمس دقائق لعب دولي ولا تصفيات حتى ولا اي حاجه خالص. ولكن في الاخر طبعا ادانا هو بقى ماتش البرتغال، قال لنا انا حارس دولي كبير جدا، ما تقلقوش هتلاقوني. وده اللي حصل من اول مباراه دوليه. اول مباراه دوليه دي يمكن ما اتحصلتش في تاريخ الكوره كلها، ان اول مباراه دوليه اللاعب ياخد فيها مان اوف ذا ماتش على سواريز وكافاني واسماء كبيره جدا في الملعب. الحقيقه كانت حاجه مشرفه جدا. كانت حاجه طبعا، والحمد لله هو بقى كمل بعد كده بنفس التركيز وبنفس الاهتمام بره الملعب وجوه الملعب. ويعني انا صراحه انا كل ما بيعمل حاجه حلوه يعني ببعت له رساله، ما بقولش غير كلمتين بس، انا فخور بيك وخلاص. هو يبعت لي بقى الرساله انا شويه كلام حلوين وكلام كده، بس انا كل مره بقول له انا فخور بيك وبس، وما بقولوش حاجه تانية. لما كنت بتتفرج على مباريات الذهاب وشفت ضربه الجزاء اللي اتحسبت علينا، اللي هي مش ضربه جزاء، ووقفت محمد الشناوي لا انا بقول لك هو محمد الشناوي خلاص، انت بتبقى واثق وانت بتتفرج. لا، في ضربات الجزاء ما فيش حد بيبقى واثق. يعني ما انا عايز اعرف، لكن انا عندي كأنا كمدرب عندي ان هو بصنف حاجات كده عنه. يعني رد الفعل من شوطة من مسافات قريبة، دي المواصفات بتاعة ضربة الجزاء، ها بحاجات كده. رد فعل من شوطة من مسافة قريبة هو متميز فيها، هيبقى فرصته في صد ضربة الجزاء عنده فرصة. الكور العرضية اللي ارتفاعها مش عالي، الكور العرضية العالية، الكور المرفوعة من المنطقة الأمامية من المواجهة، حاجات كده فينا في الشغل الفني بتاعنا انا مديله فيها درجات، ومدي معظم الحراس اللي انا كنت باخدهم في المنتخب درجات في بنايه اللعب، في الشغل بالرجلين، في 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 في, في. لما تجمعي كل الحاجات دي هتلاقيه هو دلوقتي نمره واحد في كل الحاجات، بدون مجامله، يعني بدون مجامله. ودي طبعا اراء الجماهير برضو يا كابتن. شايف ازاي تطوره بقى الفتره دي؟ يعني انت من ساعه ما سبته دي طبعا يعني يشكر عليها مستر ياناكوني. طبعا اكيد طبعا انا ما شفتوش وهو بيدرب، لكن اكيد هو عنده حاجه كويسه جدا. طبعا الراجل درب في اوروبا يمكن 20 سنه في الدوري السويسري، اكيد عنده حاجه كويسه. وهو يعني انا بقى كنت هزعل لو محمد الشناوي مستواه قل او سبت في منطقه، لكن لا انا شايف تطور يعني كويس. يعني شايف ان ده تطور اللي انت كنت بتتمناه ومتوقعه؟ لا هو لا هو رايح شغل فاخر سبع نجوم، ما فيهوش عنده اي حاجه، كله تمام. من كاس العالم وكاس افريقيا كان بيعمل كل حاجه رائعه. الصعوبه بتاعت كده بقى ان يجي له مدرب يحافظ له على ده ويزود. هو ده اللي حصل مع مستر ياناكوني، فانا طبعا بقدم له كل الشكر من خلال قناتنا، وبتمنى لهم هم وكل الحراس طبعا، في علي لطفي، في مصطفى شوبير، هنتكلم طبعا عنهم طبعا، في احمد طارق سليمان، في حارس كمان بيشتغل معاهم دلوقتي
كلهم بتمنى لهم التوفيق. طيب كابتن، لو جيت سألتك كده على الصفات اللي لازم تكون موجودة في حارس المرمى لما بتشوفه من هو صغير من الناشئين، يعني واحد اتنين تلاتة مثلا، ثبت الانفعالي، قوة الشخصية، ايه اهم؟ لا اهم حاجة في اهم حاجة في اي شغلانة في الدنيا، في انت كمذيعة، في المهندس، في الدكتور، في اي حاجة، التالنت، الموهبة، دي نمرة واحد، الموهبة دي اللي بتبني رقم واحد. عليها بقى بعد كده بقى إمكانيات جسمانية، إمكانيات عقلية، صفات إرادية، سمات إرادية، لأن في فرق كبير جدا بين الصفة الإرادية والسمة الإرادية عندنا في علم كرة القدم يعني. وإحنا يعني طبعا الواحد طبعا بيجتهد على قد ما يقدر إنه يبقى في المنطقة دي، منطقة التواجد الدائم في 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 محفل كرة القدم عشان تعيشي. في أي وظيفة عشان تعيشي لازم تبقي متابعة لكل الدنيا ومتابعة للحاجات. لا هو طبعا في مسطرة كبيرة جدا جدا جدا، أهم حاجة فيها الموهبة أكيد يا كابتن. طب كنت شايفة إزاي امبارح تبديلة الشناوي بعلي لطفي؟ حلوة يعني جدا. أنا كنت مبسوط جدا إنه يرتاح بقى وعلي لطفي ياخد فرصته. النتيجة 3-0 يعني انت ضامن بالنسبه كمان لا مش حكايه ضامن كده، ما تقللي من علي لطفي. لا 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 يعني انا بقول إنه. ايه بقول ايه، ده راجل ذكي. ممكن يحصل دروب في اي وقت زي ما حصل الاسبوع اللي قبله. طبعاً. كان حارس الشناوي عنده مصاب حاجه في العضله الضامه بسيطه الحمد لله. لكن هو وفي مباراه كبيره جدا سيمي فاينل يعني حاجه منتهى الجراه من المدرب. لو واحد تاني كان هوجع دماغي بقى وانزل الحارس التاني، لا حارس كبير جدا علي لطفي وخد نص ساعة أو أكتر. فطبعا ده أنا يعني جرأة من المدرب وشخص بين شخصيته إن هو بيفكر في اللي جاي، ممكن لا قدر الله يحصل أي حاجة. يا رب إن شاء الله ما يحصلش حاجة وكلهم جاهزين يعني. طيب بالرغم يا كابتن من انه الاصابات كانت كتيره قوي، الموسم كان صعب، ناس مشيت من النادي الاهلي، ولكن النادي الاهلي قدر ان هو يحسم الدوري قبل طبعا انتهائه بسبع اسابيع، وخلاص يعني الحمد لله فاينل افريقيا، وباذن الله تكون البطوله التاسعه من نصيب النادي الاهلي. ويبقى بقى كلام الجماهير الفتره دي كلها وكلامنا كلنا انه الاهلي ما بيقفش على حد. حضرتك شايف انا عندي حاجه دمها خفيف كده في جماهير النادي الاهلي لما بكتب التاسعة جاية. فعشان احنا بقالنا خمس سنين بنقول التاسعة التاسعة التاسعة، فبيقولوا لي كابتن اكتب الثانية للموسيماني عشان بقى مفيش تعبنا من كلمة التاسعة. بقى مفيش حتة التفاؤل بالتاسعة. فماشي ان شاء الله تبقى الثانية للموسيماني وبعد كده اللي بنقول التاسعة ان شاء الله. كلام كتير قوي يا كابتن لسه عن النادي الاهلي، لكن بعد الفاصل. برحب بحضراتكم مره ثانيه ولسه معايا كابتن احمد ناجي من افضل مدربين حراس المرمى في تاريخ مصر. يا كابتن كنت بقول لك قبل الفاصل الاهلي ما بيوقفش على حد. عمر الاهلي ما واقف على حد طبعا يعني الانديه الكبيره العظيمه دي يعني مات مختار التتشي ومات صالح سليم واعتزل محمود الخطيب واعتزل اسامي كبيره جدا، واستمر النادي الاهلي نادي القرن. وطبعا في اسامي يعني الواحد بيزعل عليها وعلى وعيها وتفكيرها وازاي هي تقارن النادي الاهلي بمكان تاني، يعني ده خلل اكيد في القوى العقليه بالنسبه لي يعني. يعني ان انا اقارن النادي الاهلي، انا عندي فرصه ابقى موجود في النادي الاهلي بعظمته بجماهيره وشعبيته واقارنه بحته تانيه، يبقى انا اكيد عندي خلل عقلي من وجهه نظري. يسامحوني هم اخواتي واولادي. لكن انا شايف ان يعني شفت الكابتن ماهر همام بيتكلم عن النادي الاهلي امبارح بيقول انا مش في الجنه، انا دلوقتي في حته بره الجنه. فيعني كنت هدمع والله يعني. الكابتن ماهر قيمه كبيره و لعيب من ضمن تاريخ النادي الاهلي الكبير. انا فعلا كده برضو يعني يمكن انا عشت اكتر منهم كلهم. أيوه. انا اشتغلت 23 سنه جوه النادي الاهلي، 10 سنين مع قطاع الناشئين و13 موسم مع الفريق الاول ببطولات وجو اجواء ويعني فعلا اللي يفكر عنده فرصه انه يبقى موجود في النادي الاهلي
ويقارن بينه وبين اي حد، لكن اذا كان ما عندوش فرصه فهو لازم يبقى سفير جيد، لانه هو كان في النادي الاهلي في يوم من الايام، لازم يكون على المستوى ده، يقدم افضل حاجه عشان الناس تقول ده جاي من النادي الاهلي. فانا يعني شايف الانتماء ما بقاش زي زمان زي بصي هو ده حال الدنيا دلوقتي والاحتراف وانا ماشي معاك، لكن في حاجات تانية واحنا عارفينها كويس جدا. ان اسمك يرتبط بالنادي الاهلي ده ليه ثمن كبير، ثمن يعني مش قادر اقول لك قد ايه. يعني هو باين في عين حضرتك وانت بتتكلم. لا دي حقيقة، والله دي حقيقة، دي حقيقة. وعايز اقول لك انه يعني انا دلوقتي بره النادي الاهلي بشتغل، بحاول اكون احسن حاجة واقدم افضل حاجة، ومنتمي جدا لنادي سموحة اللي انا بشتغل فيه، وفرحان جدا عشان ان انا مفروض هم جايبيني عشان انا اسمي كبير واشتغلت في المنتخبات وفي النادي الاهلي. فده الهيستوري بتاعي او السي في بتاعي. فخور ان انا كنت في النادي الاهلي، فخور ان انا كنت في المنتخب، دلوقتي انا في نادي سموحه بقدم، بحاول اقدم افضل حاجه الحمد لله. يعني عشان عايز لحد يمكن بتمنى ان انا اموت جوه الملعب. ربنا يديك الصحه وطول العمر طبعا يا كابتن. وهنرجع طبعا لسموحه هنتكلم عنه، بس عايزه برضه اسال حضرتك، انت عمرك كله يعني في النادي الاهلي، ازاي شخصيه النادي الاهلي بتفرق في الماتشات الكبيره اللي زي اللي احنا الفتره اللي احنا فيها دلوقتي، سواء نص نهائي دوري ابطال افريقيا او النهائي اللي احنا داخلين عليه ان شاء الله؟ هو اصل ده يعني هابت، يعني ده عاده. يعني من واحنا بنشتغل مثلا في قطاع الناشئين في الاهلي، بنلعب فريق 18 او فريق 17، بيلاعب اي تيم يعني بدون ذكر اسماء، واحنا كسبانين 15-0، لكن درجة التركيز هي هي، التعليمات من المدرب اللي ماسك هو. انا اشتغلت مثلا مع كابتن حسام البدري اللي هو مدرب المنتخب دلوقتي، اكتر من 10 سنين في قطاع الناشئين، كانه بيلاعب البرازيل. هي دي شخصية النادي الاهلي، صح. كانه تركيزه ودرجة ثباته ودرجة المعلومات اللي عايز يديها للعيبة بتاعته هي هي، بيلعب الزمالك زي ما بيلعب الاسماعيلي زي ما بيلعب اي فرقه صغيره من ذكر اسماء. فلا، شخصيه النادي الاهلي بتتكون من يعني رسم بياني بيبقى تصاعدي الى ان تبقى الشخصيه بالشكل الفلاني. في ناس بتقع مننا طبعا، أكيد في ناس ما بتستحملش ان هي تبقى عندها الشخصيه. كنت هتدمع يا كابتن من كلام كابتن ماهر همام. والله امبارح يعني. طب قول الو كده. الو كابتن احمد. يا اسطمبة. منور منور. يا كابتن ماهر منورنا في برنامج السادسة. خير يا سارة، ازي صحتك؟ لسه كان الكابتن بيقول شعر من اشعاره وبيقول لي كان هيدمع لما حضرتك امبارح كنت بتوصف النادي الاهلي بانه الجنة. طبعا جنة الارض. عالم الرياضة. وحشني يا مهر. طبعا واحد من ضمن الناس اللي عاشوا في الجنة. فعشان كده بتكلم معاك يا سارة بقلب مفتوح. وحسب التربيه اللي اتربى في النادي الاهلي فبيتكلم على صفات وروح النادي الاهلي ممثله في لعيبته طبعا الفانيله الحمراء، مجالس ادارته اللي تواصلت على مدار الاجيال. فاحمد ناجي من ضمن الناس اللي اتربت في النادي الاهلي، والنهارده احنا شايفينه من اعظم مدربي حراس المرمى اللي جم في تاريخ الكره المصريه. بننزل حاجه ساعه يا ابني للكابتن ماهر همام. منور يا ابو حميد. حبيبي وحشني جدا يا مهر، والله وحشني جدا. ربنا يكرمك يا احمد، بنطمن عليك في الحاجات الحلوه الجميله اللي بتعملوها دي. ربنا يخليك يا مهر. مسموحه يعني. كنا لسه يا كابتن ماهر بنتكلم على فكره يعني موسم صعب وغيابات كتير وناس مشيت من الاهلي وان الاهلي ما بيقفش على حد. بالظبط ساره، البطل كده، نادي القرن كده، الانديه العريقه اللي زي النادي الاهلي ما بتقفش على حد، بتتواصل طول عمرها لان هي متربيه على كده، متربيه على المكسب، متربيه على المبادئ، متربيه على القيم. طول عمرنا احنا متوارثين اجيال وراء اجيال هذه المبادئ، والحمد لله رب العالمين. حتى الاولاد الجداد اللي هم مش من ابناء النادي الاهلي مسافه ما بيخشوا الجنه بيتعودوا بقى ويتاقلموا على هذه المبادئ.
طب زي ما كابتن احمد كده يسيروا في المسار الطبيعي. كابتن احمد لسه بيقول لي برضه، يقول لي عاجبني قوي الاكسبريشن بتاع الجنه، ان الاهلي جنه. كل حاجه ممكن ساره تتخيليها تلاقيها في منظومه النادي الاهلي. بنبدا نحس ان احنا بره الجنه امتى؟ لما بنبعد عن النادي الاهلي. الفرق شاسع جدا جدا جدا، مع احترامي كل المؤسسات الرياضيه اللي موجوده في مصر، لكن النادي الاهلي حاجه غريبه. عايز اقول لك يا ساره، لما تخش نادي الجزيره وانت بقالك فتره ما دخلتيش، من احمد ناجي بيحس بالكلام، تحس ان جسمك اشعر، تحس انك انت خدتي شحنه كده، شحنه معنويه بترجع بعد كده لبيتك او لشغلك، بالشحنه دي بتديلك بوش، بتديلك احساس جميل. فكل فتره كده لما بنبعد عن الجنه بتاعتنا بنرجع ليها عشان يعني ناخد شحنه. ايه احلى المواقف اللي فاكرها الكابتن احمد ناجي يا كابتن ماهر؟ الكابتن احمد ناجي مره في لقاء جميل جدا قال الكابتن ماهر يعني من ضمن المساكين اللي بترعب المهاجمين، والسر عنده، هو عارف السر بقى كابتن احمد. ممكن لا كابتن ماهر كان في ماتشات يقول لنا احنا الحراس ما حدش يطلع، انا هاخد كل العالي. بيبقى هو جاي حاسس انه فايق، ايوه، ما اخليكوا تحت وانا العالي كله بتاعي. وكنا طبعا اللقب استامبا ده اللي هو ايه، اللي هو موجود في الفرقه طول الوقت، ما بيطلعش بالفرقه. لا الكابتن ماهر ده حاجه حدوته كبيره. تقول له ايه يا كابتن؟ اقول له انا بحبك وربنا يخلي عمر واخوات عمر حبيبي، ربنا يخليك يا وكل عيلتك يا حبيبي، وانت طبعا عارف معزتك وغلاوتك مش عندي انا بس، عندنا وكل جيلنا وكل جماهير النادي الاهلي. ربنا يبارك لك. رساله منك يا كابتن ماهر للعيبه الاهلي قبل مباراه النهائي. الامانه بقى اللي هي غايبه علينا بقى لها فتره، الحلم الجميل الافريقي ان شاء الله يتحقق على ايدين هؤلاء اللعيبه العظام، ويفحروا اسمهم في التاريخ بقى. يعني المهم الجيل ده كمان ان هو يحقق حاجه للنادي الاهلي، يحفر اسمه في تاريخ النادي الاهلي وسجلاته، والبطوله الغاليه دي تسكن بقى دواليب النادي الاهلي الماليه من البطولات يا رب. والموسيماني، شايف موسيماني ازاي في الفتره الصغيره دي؟ ده شخصيه محترمه، ومدرب واحد وعنده مشروع جميل وفي تحدي، والحلم اللي هو بيحلمه ان هو يكون مدرب للنادي الاهلي ربنا حققه له اهو، ونتمنى الحلم ده يا رب ان شاء الله يكمل بهذه البطوله الغاليه علينا ان شاء الله. يا رب قريب نكون بنحتفل كلنا وتبقى معانا طبعا يا كابتن الله. ماهر بتسعى باذن الله. شرفني يا ساره. الثانيه الموسيماني. شكرا جدا يا كابتن ماهر، نورتني ونورتنا طبعا في برنامج السادسه. كنا بنتكلم على انه خلاص بقى الاهلي ما بيقفش على حد. خلينا نرجع لدوري ابطال افريقيا، يعني بتفضل مين يكون المنافس للاهلي في النهائي، الرجاء ولا الزمالك فنيا؟ انا اتمنى كمصري ان الاهلي والزمالك يبقى في ان شاء الله، وان البطوله تبقى للاهلي. اي طيب كان شايف هتكون المباراه دي فنيا ازاي لو الاهلي والزمالك مع بعض؟ هتبقى مباراه قوية طبعا، من الناحيه الفنيه هتبقى فيها صعوبه، لان فرقه نادي الزمالك عندها عناصر ممتازه جدا طبعاً. جدا بصراحه، فلازم يتعامل الحساب لليوم ده كويس جدا. واعتقد ان الدوافع اللي موجوده دلوقتي للعيبه النادي الاهلي دوافع كبيره جدا جدا جدا، وانا عايز اقول لهم حاجه يمكن انا متاثر بيها جدا، انا عايزكم تاخدوا الكاس ده وتروحوا بيت مؤمن زكريا تودوا له الكاس وترفعوا معنوياته، لانه هو محتاج جدا الكاس دي، وجماهير النادي الاهلي طبعا كلها محتاجه الكاس دي. بس انا بطلب منكم، انا والدكم واخوكم الكبير، تدوا الكاس لمؤمن زكريا بس. كابتن يعني دموعك غالية علينا، وكلنا الحقيقة دعم كبير لمؤمن زكريا، والدعم المعنوي الحقيقة اللي شفناه الفترة اللي فاتت من لعيبة النادي الأهلي ومن مجلس إدارة النادي الأهلي، ومن الحقيقة حتى يعني محمد صلاح لما احتفل على طريقته بالهدف، ووجوده قبل مباراة الإسماعيلي الحقيقة معاهم، وهم قالوا قد إيه ده اداهم حافز كبير. يعني كل فترة الناس والجمهور وكلنا بنأكد إنه ما ينفعش ننسى مؤمن زكريا، وفعلا في كل خطوة هو معانا يا كابتن، ورسالة حضرتك أكيد وصلت، يعني فعلا إنه الكاس ده يروح لمؤمن زكريا حاجة هتبقى
هتفرق معاه جدا على المستوى النفسي. هو اكبر حاجه محتاجها دلوقتي هو الدعم المعنوي طبعا. انا لما بشوف مؤمن دلوقتي معاش معايا فترات كتير جدا في المنتخب، بقول يعني خد اي حاجه مني وارجع تاني، خد عايز اي حاجه، اي حاجه تخليك كويس انا اديها لك، انا ما عنديش مانع اقسم بالله. يعني نفسي اشوفه تاني في الملعب. زرته يا كابتن؟ دايما انا بسال عليه. ان شاء الله يرجع لنا بالف سلامه، ورسالتك وصلت واكيد ده اللي هيحصل. و خلاص طيب خليني اسالك بقى فنيا، انت شايف ان هي هتبقى مباراه صعبه على الطرفين، يعني فريق الزمالك دلوقتي في اقوى صوره ليه، وفريق الاهلي برضو تحت قياده مدرب كبير وفي اقوى صوره ليه، وعندنا عناصر كبيره جدا. لو قلت لك مثلا توقعات للنهائي ده، تقولي توقعات للنهائي ده لو نهائي مصري خالص؟ انا عندي امنيات، يعني امنيات، عندي امنيه النادي الاهلي ياخد البطوله ان شاء الله باذن الله. طيب كابتن، شايف موسيماني فكره اللعيبه ان هي في تطور على المستوى الجماعي وتطور على المستوى الفردي، ما هو ده الفرق بين يعني في التدريب، انت لما تلاقي الفرقه اشتغلت جماعي كويس يبقى في مدرب. لكن لما كل واحد بيطلع الفرديه اللي عنده بس ما بتخدمش التيم ورك يعني، او يعني انا دلوقتي بشتغل مع مدرب شاب كابتن احمد سامي، انا سعيد جدا ان انا بشتغل معاه، يعني انا اكبر منه يمكن 15 سنه ولا حاجه يعني. لكن شايف ان هو حاطط ايده في كل حاجه وعارف هو بيعمل ايه. فانا سعيد، يعني انا حتى قلت له احمد انا سعيد ان انا بشتغل معاك، انه اصغر اكتر من 15 سنه. اشتغلت مع مدربين كبار جدا في كل حته في العالم. لكن فعلا انا سعيد ان انا بشتغل معاه، لانه شايفه مركز قوي وبيحفظ حته الجمعيه الاداء دي. جمعيه الاداء دي بتمثل يمكن اكتر من 50% من طموح الفرقه. لان زي يعني حتى عندنا في ديننا يعني ان الاتحاد احنا نبقى قريبين، هو ده التيم. هو التيم لما بيشتغل مع بعضه زي ما بيحصل في النادي الاهلي دلوقتي، التيم لما اشتغل مع بعضه، وبرده مع مستر بايلر برده قبل كده في الفتره الاولانيه عشان برده ما نبقاش يعني نبقى منصفين، كان بيشتغل بشكل جماعي كويس. بعد فتره الكورونا حصل تشتيت، حصل هو بيزهقنا بقى ولا اي حاجه، كانوا بيشتغلوا كويس. الفتره بتاعت موسيماني دلوقتي بيشتغلوا كويس. فهي حته التركيبه بتاعت ان يبقى في رسم بياني للاداء الخططي للفرقه، حتى لو في عناصر، بعض العناصر ضعيفه، مش بقول لك حتى يعني جيده او جيده جدا او ممتازه، في بعض العناصر ممكن تبقى ضعيفه ما تبانش الضعف بتاعها من الشغل اللي هو التكتيك الجماعي اللي بيحصل. على ذكر فايلر، يمكن كنت بقول في الفتره الاولانيه لا اللي هي بعد الكورونا، اللي هو بقى احنا لسه في فتره ايه، فايلر هيكمل ولا مش هيكمل، الناس ما كانتش يمكن متفائله قوي بافريقيا في فتره فايلر دي الاخيره، اللي هو لا ده مش مركز. بس مع موسيماني كان في تفاؤل كبير قوي انه لا افريقيا هنأدي اداء كويس في المغرب، سواء مباراه الوداد في الذهاب او في الاياب، لانه في امل انه افريقيا هتبقى لينا. يعني شوفي نفسيا الناس بقت في حاله من التفاؤل كبيره جدا ما بين الجماهير، حتى البيهيفير بتاعه هو قبل ما يمسك النادي الاهلي، وهو بيصور نفسه في الاستاد وبيصور جماهير النادي، بيصور الجماهير، حابب قوي النادي يا كابتن. تخيلي يعني انا دي برضو شفتها مع كابتن نبيل معلول، برضو عمل كده في كنا بنتفرج على ماتش مع بعض في الاستاد في اسكندريه، وقعد يصور الجماهير برضو. يعني الجماهير دي طموح اي مدرب في منطقتنا، يعني جماهير النادي الاهلي. صحيح دلوقتي ما فيش جماهير، لكن
نفسهم في الاستاد يعني نفسهم موجود في هو في كذا لقطه كده الموسيماني مع الوقت كده الناس بتبقى حاسه باطمئنان اكتر، بدايه من طبعا تصويره للجماهير النادي الاهلي واعجابه بيهم، وبعد ما مسك النادي الاهلي فكره انه كان حافظ اللعيبه بالاسماء في المؤتمر طبعاً الصحفي مش محتاج وقت ولا اي حاجه مش ولا محتاج اي وقت، فكره انه قفشه لما ضيع ضربه جزاء في نهايه الشوط الاول بيراميدز، وفي الشوط الثاني كان قفشه عامل ماتش حلو قوي وهو اتكلم وقال انه لا والفهم بتاعه يعني الناس انتقدت قفشه وهو طلعه احسن واحد في الملعب فعلا ما انسقش ورا يعني فده ليه دماغ يعني واحد ليه دماغ يعني وحضنه ليه بعد بعد الهدف في مباراه ثانيه يعني كل ده الناس بتقف عند الحاجات دي، عشان كده كنت بكلم حضرتك في حته النفسيه انه ازاي قدر يتعامل مع اللعيبه نفسيا طبعاً دي حاجه طبعاً بتفرق جدا طبعاً في الرياضه بشكل عام طبعا اكيد. طيب خليني برضو لازم يعني اعرف من حضرتك بقى فتره سموحه دلوقتي حضرتك في نادي سموحه يعني كلمني اكتر عن التجربه. هي التجربه طبعا ابتدت مع الكابتن حماده الصدقي اللي طبعا بدلني بفضل ان هو يعني كنت قاعد فتره بقالي شهرين ثلاثه ما عنديش شغل وما بشتغلش وكلمني واشتغلت في نادي سموحه وبعدين يعني كابتن حماده مشي وجي احمد كابتن احمد سامي الحمد لله احنا مفنشين ان شاء الله مفنش خامس وده حاجه كويسه. عايز اقول لك ان نادي سموحه كمان في مهندس فرج عامر طبعا يعني من ارقى الشخصيات اللي انا اتقابلت معاها في حياتي بجد بجد. انا ما عنديش اسباب ان انا يعني اجمل الصوره لحد او لا بالعكس يعني ده مش في شخصيتي انا بس من طريقه تعاملي معاه فعلا انسان راقي وانسان فاهم وبيعمل نادي سموحه حاجات حلوه قوي مشاريع في العالمين ودماغه دايما شغاله في فرقه الكوره اهم اهتماماته ودلوقتي معاه جهاز فني يعني انا اعتقد ان هو هيبقى من ضمن مشاريعه اللي جايه. كنت انا كبرت وعجزت او اي حاجه ربنا يديك طول العمر يا كابتن، لكن انا بقول يعني كابتن احمد سامي معاه مساعدين احمد حموده كابتن احمد حموده ومستر ويلي المعد البدني اللياقه البدنيه والكابتن خميس جعفر وكل الاستاف يعني الاداري والطبي يعني جهاز كبير جدا وان شاء الله باذن الله يبقى في اضافات لنادي سموحه على المستوى يعني تحسين الكواليتي في الفريق في طبعا لعيبه كويسه جدا طبعاً. جدا ويبقى في طموح ان شاء الله ايه الطموح بقى الفتره اللي جايه كمان؟ ما هو ده اللي احنا ان شاء الله بنشتغل عليه الفترة الجاية يبقى في إضافات تحسن الأداء لأنه في مدرب شاطر فعلا يقدر يستخدم أدواته بشكل جيد ونقدر نبقى يعني أنا واحد من الناس عمري ما اشتغلت في مكان إلا وأنا عندي طموح سقف طموح عالي جدا ف يعني أنا هبقى محبط جدا إن أنا ما بقاش عيني على تاني أو تالت أو بطولة من البطولات أو فهو ده اللي أنا بتمناه وفي ناس تقدر تعمل دوت وان شاء الله الباشمهندس فرج يساعدنا على دوت وان شاء الله السنه الجايه تبقى حاجه كويسه ان شاء الله. بنتمنى لك طبعا كل التوفيق يا كابتن. اسالك عن الشعر، كنت بتقول لي في ديوان قريب نازل هو طبعا ديوان كيفك يا واد مبسوط ده مش هقدر اقول منه حاجه لكن ممكن أشرح حالتي دلوقتي ممكن بالشعر؟ طبعاً طبعاً دايماً بيبقى فيه بعض المشاعر كده بتجتاح عمق الإنسان في بعض الوقت فأنا قلت اللي فاضل مني إيه غير شوية ذكريات هو أنا اتكلمت ليه الكلام زي السكات اللي فاضل مني ايه هو فاضل وقت تاني واللي كان مادد ايديه بالمحبه وبالاماني ضاع في لحظه ومش لاقيه اللي فاضل مني ايه كبر سني وحكاياتي والبياض غلغل في شعري والكلام اللي في شعري والمعاني في اغنياتي ده اللي بتعكز عليه اللي فاضل مني ايه اللي فاضل مش كتير والحياة زي المراكب يوم بترسى
ويوم تسير، حد ماشي وحد راكب، اللي ايه هبكي عليه؟ اللي فاضل مني ايه؟ ده كلام كبير يا كابتن وعميق وبيعبر عنك دلوقتي. هو انا انا دلوقتي يا رب اللي يكون فاضل بس يكون مفيد لاي حد بتعامل معاه، يكون إضافة طول عمري وطول حياتي. مفيش غير ان انا احاول انجح، فهو ده النبراس بتاعي. انا دلوقتي بحاول انجح كاني لسه بادئ حياتي، عندي امال وطموحات، ما حصليش فتور، ودي نعمة من ربنا. ما حصليش ان انا بقى بعتمد على اسمي ولا تاريخي ولا اي كلام من ده. لما بتبص لتاريخك واسمك ومسيرتك مع النادي الاهلي حاسس بايه؟ بتبقى راضي قد ايه؟ لا، حاسس بفخر شديد جدا. ما حدش يعني تأتت له الفرصة اللي انا خدتها. انا يعني شاركت في 36 بطولة. ده رقم مهول، دوريات وافريقيا طبعا، وكاس عالم للانديه وكل الحاجات. وما حصلش حاله من التشبع؟ لا، انا بقول لك على كاني انا بروح التمرين دلوقتي ببدأ. كاني لسه بادئ. وهو ده اللي مخلي عندي رضا، وحاسس ان ربنا سبحانه وتعالى يعني راضي عني، لان انا بحاول ابقى يعني في طول الوقت يعني لحد دلوقتي بسافر، لحد دلوقتي عندي أصدقاء مدربين في أوروبا وفي كل مكان في العالم، بنتواصل وبنتكلم، وكأني يعني عندي شغف كبير جدا إن أنا أعرف. نفسك تحقق إيه تاني يا كابتن؟ لا، أنا نفسي يعني قلتها قبل كده، نفسي أموت زي ثابت البطل وأنا في الملعب. إن اليوم ده أنا حضرته بكل تفاصيله، وانا كنت قاعد جنبه بغطيه بالبطانيه. لو الناس فاكرين المشهد ده، كنا كسبنا الزمالك يوميها 3-0، وكان اخر يوم في حياته، وكانت اخر كلمه بيني وبينه ثابت: مبروك، احنا 3-0. اخر كلمه قالها: كله زي بعضه. فكلمه كله زي بعضه دي هي اللي خلتني انا في منتهى الرضا عن اي شيء بيحصل لي او هيحصل لي. كله زي بعضه، بس اللي انت هتسيبه الكل ده بقى الناس يعني تفتكره ازاي، او تتكلم عنه ازاي، او تقيمه ازاي، او تحطك في اني مكانه. اعتقد انا في خلال ال 31 سنه شغل ما عنديش مشكله مع حد، ماليش مشكله في انتقاد، في حاجات دي ده الطبيعي، لكن انا في مشكله مع حد، في فترات في تعثر او لا، ما عنديش، الحمد لله راضي 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 راضي. وانت عند جماهير الاهلي وعند الناس كلها يا كابتن في افضل مكانه، يعني الحمد لله. ده طبعا اللي مصدر سعادتي. يعني لما بتفتكر كده مسيرتك كلاعب مع النادي الاهلي، تفتكر كده افضل مباراه ليك، احلى الذكريات ليك؟ لا طبعا، انا في النادي الاهلي كلاعب طبعا مانيش العظيم يعني، او مانيش اللي عملت تاريخ في بس في حاجات كده لما بتفتكرها بتبقى مبسوط. مباريات معينه، لكن مثلا في فتره اللي كان فيها مستر كالوتشاي بعد مستر ديكويتي، كان امن جدا بان انا لازم اكون موجود، وحطني في مباريات كتير جدا، وفي البطوله الافريقيه يعني، وفي البطوله العربيه يعني. لما اجي ابص في السي في بتاعي في النادي الاهلي، حتى لو لعبت 5 دقائق في الدوري و10 دقائق في الكاس و5 دقائق في البطوله الافريقيه و5 دقائق في البطوله العربيه، فانا شاركت مع النادي طبعا الاهلي في كل البطولات. انا محظوظ جدا على فكره، لانه كان ثابت وكرامي في عز عظمتهم، وانا الفرصه تتاح لي ان انا اكون مع المنتخب في اولمبياد لوس انجلوس، وهم ما خدوش الفرصه دي. مع انه طبعا هم كانوا اعظم مني واحسن مني واقيم مني وقامات وكل حاجه، لو جيت تحط اسمي جنب اسمهم انا ولا حاجه بالنسبه لهم. بس انا ربنا منحني الفرصه دي، هو واحد اتعور والتاني اتعور، وبقيت انا اللي في المنتخب وانا اللي لعبت في لوس انجلوس. مين حارس مصر الاول يا كابتن؟ بلا منازع طبعا محمد الشناوي، لكن انا عايز اقول لك على حاجه. انا عشت في المنتخب فتره طويله، وكنت بقيم الحراس، لكن انا عندي
حراس في نادي سموحه منهم الهاني سليمان طبعا، في عمر صلاح، في احمد الشيخ، في حسين تيمور، لكن انا هتكلم بالتحديد على هاني سليمان. ده بجد حارس كبير جدا وموهوب جدا، ويمكن انا حسيت دلوقتي لما انا قريب منه ان انا كنت ظلمه بعض الشيء، لانه هو فعلا مهووس بالتدريب، مهووس هوس ممكن لدرجه المرض، وانا طبعا دي المعلومه ما كانتش عندي، زائد انه فعلا عنده السمات الاراديه والصفات الشجاعه والرجوله، وما بيقلقش من اي منافسات. اكيد ده كلام يتسطر دلوقتي. فانا كمان يعني بقول له يعني استمر، وبقيه الحراس طبعا عمر صلاح الحارس المنتخب الاولمبي مع الكابتن شاوي، بتمنى له التوفيق الفتره اللي جايه، احمد الشيخ، حسين تيمور، دول الرصيد البشري لنادي سموحه. رساله دلوقتي اخيره منك للعيبه الاهلي قبل مباراه النهائي وللشناوي بشكل خاص. لا الشناوي انا يعني عارفه انت المثل اللي هو حاطط في بطني بطيخة صيفي. انا من ناحيته حاطط في بطني بطيخة صيفي. اللعيبه كلهم عندهم مسؤوليه كبيره، وانا زي ما قلت شفت لهم كده فيلم دعائي حلو قوي للمؤمن. انا بطلب منهم تاني، مش عايز اتاثر، بطلب منهم تاني خدوا الكاس وروحوا المؤمن اقعدوا معاه وقولوا له الكاس ده بتاعك انت، وانت ان شاء الله ترجع لنا بالف سلام. شكرا جدا، بشكرك جدا يا كابتن احمد، نورتنا واتعلمت منك كتير، وحضرتك طبعا يعني تاريخ كبير قوي ونجم من نجوم النادي الاهلي، وبشكر حضراتكم طبعا على المتابعه، وان شاء الله نكون بنحتفل قريب بالتتويج بالبطوله التاسعه بدوري ابطال افريقيا.